أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ثنايا الخبر، حيث تعرض القياديان السابقان في هيئة تحرير الشام المحامي عصام الخطيب وطلحة المسير المعروف بلقب أبو شعيب المصري لعملية خطف متزامنة من موقعين مختلفين في وضح النهار من قبل مسلحين مجهولين داخل مدينة عزاز بريف حلب الشمال. واشتهر الخطيب والمصري خلال السنوات الماضية بعداء هيئة تحرير الشام بعد الانشقاق عنها والتحريض باستمرار على مناهضة حكم أبو محمد الجولاني في إدلب، وهذا ما دفع المقربين من القياديين لتوجيه أصابع الاتهام للهيئة بالوقوف وراء حادثة الخطف. وبعد أيام خرجت مظاهرة شعبية في ساحة فيوتشر بمدينة عزاز تنديدا بجريمة الاختطاف التي حصلت في المدينة يوم أمس، والتي طالت محامياً وشيخاً من سكان المدينة، الأمر الذي ينذر بخطر تفشي هذه الظاهرة الإجرامية التي تهدد الجميع. وطالب المتظاهرون القوى العسكرية والمؤسسات المسؤولة وقوى الأمن بالسعي لتخليص المخطوفين ومحاسبة الجناة وضبط أمن المدينة. ولم يصدر حتى لحظة نشر التقرير أي بيان من قوات الشرطة أو الجيش الوطني السوري حول ملابسات عملية الخطف، وعلى وجه الخصوص الفيلق الثالث المسؤول عن أمن مدينة عزاز، كما لم تتبنى أي جهة خطف الخطيب والمصري. أعزائنا المشاهدين، نتابع بعض آراء المشاركين بالوقفة الاحتجاجية ضد عملية الخطف هذه، ثم نعود لنبدأ الحوار، فانتظروا. أن الذي حدث هو أمر مخيف وأمر مرعب، حينما جاء ملثمون بسيارات بكابات، وبعد ذلك يضربون أبو شعيب بالسيارة هو وابنه، ثم بعد ذلك يهرب الغلام ويضربون الرجل، ثم يحملونه ويخطفونه، ثم بعد ذلك الأستاذ عصام الخطيب. فهذا الأمر في الحقيقة ظاهرة جديدة في إعزاز، هذه الظاهرة ما كانت موجودة قبل هذا اليوم، وإنها مخيفة جدا. عملية الخطف، عملية الاغتيال، عملية القتل، هذه ظاهرة سيئة جدا، ولذلك دعونا إلى استنكار هذا الأمر. أما تقول لي من الذي فعل؟ يا أخي ما تبنت جهة حتى الآن الفاعل، ولكن هناك كما ذكرت وأكرر كثيرا بأن هناك قرائن، والقرائن واضحة وضوح الشمس وضوح النهار، هم جماعة الجولاني، هم جماعة الهيئة، لأن هذان الشخصان كان يعملان سابقا في الهيئة واختلفا معهما، ثم لجأ إلى مناطقنا، وكل واحد صلوا عم يشتغل هون في جالس هنا وآمن على نفسه منذ 4 سنوات. أنا لا أعرفهما شخصيا، ولكن والله الطريقة التي تم اختطافهما بها هي طريقة إجرامية بامتياز. نحمل المؤسسات العسكرية والفيلق الثالث المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة التي ارتكبت على أرض مدينة عزاز، التي تعتبر من أكثر المناطق الآمنة في المحرر. كلمة أخيرة لا أريد أن أطيل، أقول للعالم نحن بإذن الله والله ما خرجنا إلا من أجل الحرية والحصول على الحرية. سوف نتكلم كلمة الحق دائما وأبدا، ونحمل أعيد وأكرر المسؤولية كاملة للجهات وللسلطات التي تحكم مدينة عزاز بالجريمة الشنيعة التي حدثت، وهي اختطاف المحامي عصام الخطيب والشيخ أبو شعيب المصري، الذين كانا مستجيرين بأهل عزاز والمناهضين والمعارضين للجولاني، اللذان لهما تأثير كبير في إدلب. بعد أن اشتد الحراك الثوري في إدلب ضد الجولاني، قام الجولاني بإرسال أذرعه لكي تختطفهم، ورأيتم الفيديوهات ورأيتم كيف حدث هذا الاختطاف بجريمة تشبه جرائم الدواعش وتشبه جرائم النظام الخبيث. باسمكم مشاهدينا أرحب بضيفي لهذه الحلقة، الشيخ محمود الجابر مفتي مدينة عزاز معنا من عزاز، والسيد هشام سكيف القيادي في الجيش الوطني السوري معنا من غازي عنتاب. مرحبا بكما ضيفي الأكارم. والبداية من عندك سيد هشام، إذن أكثر من أسبوع على عملية الخطف هذه، لماذا لم يصدر أي بيان من الجيش الوطني بشأن الحادثة؟ أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين الكرام، كل التحية لك وللضيف الجليل. طبعا الآن نحن أمام عملية
يعني أمنية ببحتة. لا، فتحت التحقيقات وبدأت التحقيقات من اللحظة الأولى، ولكن هذه العملية لها ظروفها الخاصة، لا نستطيع الإفصاح عن عملية التحقيقات وسير التحقيقات لانتهائها ولحساسية الموقع يعني والموقف. طبعا أسبوع غير كافي، تم هناك نشر بعض المقاطع المصورة من الكاميرات وليست من تصوير هواتف، هي كاميرات الرصد الأمني في الشوارع، وأعتقد أن الأيام القادمة إن شاء الله سيكون هناك وضع كامل الحادثة بين يدي الرأي العام. هي حادثة أمنية، جريمة شنعاء قام بها أناس اعتادوا هذه العمليات وتربوا في أقبية البعث والأسد وشربوا هذه العادات وتكنوا باسمه، يعني ليس فقط من يحمل اسم الأسد ينتمي إلى نظام الأسد، لا، هو من يفعل فعل الأسد ينتمي إلى نظام الأسد. نعم. ولو كان يحمل سيد هشام. إذن يعني أنت الآن تعد بأن هناك خلال الأيام القادمة سيكون توضيحات وافية حول كل ما جرى، هذه يعني تنبؤات أم هناك يعني شيء رسمي بهذا الخصوص؟ لا، هلا نحن ما نطالعين على منبركم نعطي تنبؤات، الموضوع مربوط بتحقيقات لازم. نعم. يعني نحن ما ستصدر، ما تجري العادة أنه نعطي حقائق مجتزأة للرأي العام، يعني تقصد. نعم. أنت اليوم من اللحظة الأولى تنشر كل شيء تحقيقات أولية عندك، لا، لازم تكتمل التحقيقات وتتم لحتى تبين للناس ما حدث، وهذه يعني أصول التحقيقات والعمل. نعم. وصلت وصلت الفكرة سيد هشام، يعني حتى ربما الوقفة التي ظهر جزء منها في معنا في بداية الحلقة كانت حدث عن بيان، ربما بيان فقط يدين أو كذا بداية قبل أن تنتهي التحقيقات، يعني كانت مطالبات الناس متعلقة بتوضيح فقط وليس ل يعني الانتهاء من التحقيقات طبيعة الحال. فقط اسمح لي سيد هشام، سعود إليك سيد هشام، سعود إليك، ولكن اسمح لي قبل أن أعود بسؤالي الثاني لحضرتك وننتقل إلى سيد محمود مفتي مدينة عزاز. سيد محمود جابر، حضرتك كنت بالوقفة وشاركت فيها، هل كان هناك من ردود من الجهات العسكرية من الجهات الفصائل الجيش الوطني معكم للاستماع لمطالبكم بالكشف عن هوية الفاعلين؟ بارككم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي الكريم، أنا أتكلم بصفتي الشخصية ولا أمثل أي مؤسسات في هذا اللقاء، أنا باسم الشيخ أبو مالك. الحقيقة الذي سألت عنه أخي الكريم، الله يبارك فيك، نعم، أنا من دعوت لهذه الضبابرة، وأنا الذي طلعت البيان مع زملائنا في انحراف الثوري في من أجل هذه المظاهرة، والحمد لله كان العدد يعني ما أقول كبير ولكنه كان جيدا. نحن هنا الشارع في مدينة إعزاز كلهم تقريبا يشيرون بأصابع الاتهام إلى هيئة تحرير الشام، كلهم يشيرون بالأصابع إلى هذه الجهة، لأن هذه الجهة هي المستفيد الأول والأخير من هذا الاختطاف. نعم. ولكن الذي يحز في النفس أنه أنتم يا جماعة النصرة وأنتم يا جماعة الهيئة في يوم من الأيام تكونون خلافة إسلامية وبعد ذلك إمارة إسلامية وتريدون تحكيم الشريعة، وعملية الخطف هذه جريمة، جريمة أخي الكريم في الإسلام، جريمة، اعتداء على النفس، اعتداء على المال، تخويف الآمنين. والله المنظر الذي ظهر يعني ربما أقول أن النظام ربما يستحي أن يفعل هذا، شيء مقزز جدا، في السيارة بضرب الرجل هو وابنه، وبعد ذلك أنا أتوقع أنه رجل أصيب بكسوف غالبا يعني وربما حمل. نعم، انتشر هذا المقطع. أبرز المطالبات التي طالبتم بها خلال الوقفة سيد محمود، أبرز المطالب خلال وقفتكم الاحتجاجية ماذا هي؟ أخي الكريم، أولا نحن نطالب هيئة تحرير الشام، نطالبها أولا تحفظ حياة هذين الرجلين، ثم بعد ذلك نطالبها الإفراج عنهما، ثم إذا كان هن مخطئين تقديم إلى محكمة
محكمة عادلة إذا كان هن قد ارتكبوا أي شيء أو أي جريمة أن يحاكموا علانية أمام محكمة عادلة. ثم بعد ذلك نحن نطالب الجهات الأمنية في مناطقنا. يا أخي الجهات الأمنية في مناطقنا أين كنتم؟ القضية كانت في رابعة النهار، القضية كانت بعد صلاة الجمعة، والله أمر غريب جدا. يعني أين الأمنيون؟ أين انتشار الأمنيين؟ إذن هذه أبرز الرسائل التي وجهت خلال الوقفة. لذلك اسمح لي أن أعود إلى السيد هشام. ويعني سيد هشام، السؤال الذي يدور في الشارع الآن أن هذه الحوادث الأمنية يعني تتزايد يوم بعد يوم، برأيك من يقف وراء هذه الحوادث والتي ليست مقتصرة فقط على مدينة عزاز وإنما في أكثر من مدينة في الشمال السوري، من يقف وراءها برأيك؟ بالبداية طبعا كل الإجلال لجمهور شعبنا الذي تظاهر، ومطالبه هي محقة وهي على العين وعلى الرأس ومحط تقدير ومتابعة، وإن شاء الله تعالى نكون بررة بهذا الشعب ونكون على قدر المسؤولية التي وضعها في أعناقه. هذا بالبداية. باتجاه آخر أريد أن أشير، أريد أن أضع تشرين الأول 22 كمنطلق أساسي. يعني منذ ذلك التاريخ إلى اليوم والكل يعرف ماذا حدث في تشرين الأول 22. ومنذ ذلك الوقت إلى الآن وتعيش في هذه المنطقة أحداث أمنية متزايدة. طبعا تقصد محاولة الهيئة الدخول إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. جهات معينة آثرت في حال ما استطاعت السيطرة العسكرية، آثرت الأحداث الأمنية، وهي أحداث ممكن تحقق خروقات أمنية. يعني أنت اليوم كلياتنا بنعرف، انا بدي احكي بالعاميه، يعني انت اليوم تحدث خرق امني لما بكون عندك سواعد داخلي يعني اعوان داخل المنطقه، ممكن تتعاون معك بثلاث سيارات بتنتقل من مكان لمكان، الخرق الامني ممكن يحصل. هذا ليس تملص من المسؤوليه، بل نحن نتحمل المسؤوليه. نقطه الاختراق التي تتبعها هذه الجهات ليس منظمه عسكريه، امنيه. سيد هشام، وصلت الفكرة. سيد هشام، نقطة الاختراق تحديدا التي تتبعها الجهات التي تقف وراء هذه الحوادث سنناقشها بشكل مفصل أكثر مع حضرتك، ولكن بعد فاصل قصير. ضيفي العزيزين وأعزائنا المشاهدين، سنذهب إلى فاصل قصير ونواصل. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وأرحب بضيفي لهذه الحلقة أيضا من جديد. والبداية من عندك سيد محمود الجابر، كنت قبل الفاصل قد تحدثت عن موضوع إشارتك بأصابع الاتهام إلى هيئة تحرير الشام. نقصد طبعا إذا كانت الهيئة من يقف وراء هذه الحادثة، كيف استطاعت يعني برأيكم اليوم أنتم كشارع ثوري ومن نظمتم هذه الوقفات الاحتجاجية ضد ما حصل، من يقف وراء هذه الحادثة؟ كيف استطاع أن يتجاوز كل الحواجز الأمنية لفصائل الجيش الوطني ويصل إلى هنا ويختطف شخصين في وضح النهار برأيكم؟ أخي الكريم، يعني القضية كما لا يخفى على الجميع، منذ فترة هناك بعض المكونات في مدينة إعزاز يتقاضون مرتب من هيئة تحرير الشام، هذه معروفة عند الجميع. يعني فربما هؤلاء هم الذين أوجدوا التسهيلات لهؤلاء الخاطفين، ربما أنا أقول يعني، لأن هنا موجودين على السلاح، موجودين في مدينة إعزاز، عندهم مقرات، هناك في توافق بينهم وبين هيئة تحرير الشام، مرتباتهم منذ 4-5 أشهر يتقاضونها، منذ أن أوغل الجولاني في مناطقنا وصددناه نحن بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه المجموعات أعلنت حيادتها، أو بعد ذلك تبين أنهن عم يأخذوا مرتبات، ولم ينكروا هذا أنهم يأخذون مرتبات من هيئة تحرير الشام. فإذا لا غرابة أقول بأنهم هم من سهل
هذه العملية عملية الاختطاف في مناطقنا. نعم. الأمر الآخر أخي الكريم، نحن دائما هلا نناشد الفيلق الثالث، نناشد عاصفة الشمال. يا أخي هذه العملية أوجدت رعب عند الناس بصراحة، يعني كل واحد، نحن في يوم من الأيام وقفنا في وجه تحرير الشام حينما أرادت البغي علينا وحينما أرادت أن تدخل مدينة عزاز، نحن كنا بالآلاف نقف في الشوارع ضد هيئة الجولاني، وهذا معروف ومشهود. فالآن إذا يعني هذا يشكل رعب عند الآخرين، يشكل خوف عند الآخرين، يعني هذول الجماعة كل واحد يقف ضدهم، إذا يلجؤون إلى أحد أمرين، إما قضية الخطف كما حدث، وإما قضية الاغتيال كما نرى في مدينة إدلب. نعم. هذا أمر يعني يستدعي إلى الغرابة. يعني أنا جاءتني عشرات الهواتف، يعني يقولون لي يا شيخ دير بالك على حالك، والأمر صار مخيف وهو إلى آخره، وإياك أن تتحرك، وهو يعني أوجد نوع من الرعب والخوف عند الآخرين. والله نعم. يعني هذا أمر غريب. طيب. وعجيب. تكمنها على أساس البداية طلعنا في الحرية نطالب بالحرية. أبرز مطالبكم كشارع ثوري وكمدنيين متواجدين في مدينة عزاز سوف نعود لتجملها لنا سيد محمود، ولكن فقط والله الأمر غريب جدا. سأعود إليك سيد محمود، ولكن اسمح لي أن أنتقل إلى السيد هشام، والذي تحدث يعني قبل قليل عن نقطة مهمة، وهي نقطة الاختراق الحاصل من قبل جهات يعني تريد أن تنفذ عمليات ضمن هذه المناطق فتخترق فصائل، ربما مجموعات أفراد في الجيش الوطني. يعني هل يمكن أن نقول سيد هشام بأنه الجيش الوطني مخترق على مستوى الأفراد، أم أن هناك قيادات كبيرة يعني تتابع مع هذه الجهات عمليات الاختراق هذه وتنفذ مثل هذه العمليات؟ لماذا لم يتم إلى الآن محاسبة عناصر أو يعني إظهار أشخاص تم متابعتهم والقبض عليهم متورطين بهذه الأعمال؟ طبعا عزيزي، يعني الخلق الأمني لا يحتاج يعني إلى الكثير من الأفراد، ممكن أن تحقق بعض الخروقات الأمنية بفترات زمنية معينة، يعني ممكن أنت تتعاون مع متعاونين محليين، وهذا متوفر. يعني يمكن اللي قاله الشيخ جابر يعني أو الشيخ محمود يعني ممكن قبوله على المستوى معقول. يعني أنا ما رح نقدر نأكد أو ننفي اللي قاله الشيخ، لأنه الموضوع قيد التحقيق لا يمكن. نعم. أن ولكن يكاد المريب أن يقول خذوني، يعني كما يقول المثل العربي، يعني لا نستطيع أن نخفي شمس بغربال، ولكن نحن كيقين لن نتحدث إلا بيقين ودلائل، ونترك للشارع حرية التعبير عن هواجسه. وأما عن موضوع المحاسبة عزيزي، هلأ هذا الموضوع تتم المحاسبات وتتم المتابعات الأمنية لكل عنصر يحقق أو يتورط بأعمال أمنية ضد أمن وسلامة الناس واختراق أمني لصالح جهة معادية أو جهة تريد الخلل بالأمن، ولكن هذه الأمور تعرف أنها ضمن مؤسسة عسكرية لا يمكن الإعلان عنها. يعني نحن اليوم منا شغالين بمعمل صابون غار يعني حتى نعلن أنه فلان فصلنا لأنه تأخر عن الشغل، وهذا فصلنا لأنه طفى الماكينة. ولكن يعني ضبط الخلايا الأمنية في جميع المناطق، ضبط الخلايا الأمنية يتم يعني العميلة نستطيع أن نقول يتم الإعلان عنها دائما، لماذا لا يتم الإعلان؟ سيد هشام، كنت أسألك أنه يعني موضوع ضبط الخلايا الأمنية والإعلان عنها حتى للرأي العام الذي يتظاهر الآن ضد عمليات الخطف هذه، هو أمر يعني متداول ويحصل في جميع الأماكن، ولكن يعني لنفهم أكثر مطالب الشارع الثوري الذي خرج في هذه الوقفة ونفهم هواجسه أكثر، أعود إلى سيد محمود فقط وأسأله، سنعود إليك يا سيد هشام، ولكن أسأل سيد محمود أنه بسؤال الأخير لحضرتك سيد محمود، لو تلخص لنا وتجمل لنا أبرز المطالب التي تطالبون بها الآن، أبرز الهواجس التي يعني تحدثنا عنها ويعني حاولتم أن توصلوها في وقفتكم الاحتجاجية، يعني تنقل لنا كل ما يدور في بال الشارع والمدنيين، الشارع الثوري والثوار والمدنيين في هذه المناطق بعد ما جرى. أخي الكريم، قضية الأمن والأمان هذه فريضة قد أوجبها الله سبحانه وتعالى على من تولى رعاية الأمة،
وربنا سبحانه وتعالى ذكر هاتين النعمتين في القرآن الكريم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فقضية أن الناس يعيشون في خوف هذه قضية كبيرة جدا. يعني بدأنا نشعر أيام زمان، ربما أنا أدركت أكثر واحد فيكم في عهد النظام، كيف كنا نخاف، كيف كنا نرتعب من النظام إذا ما شفنا مخابرات، زيارة مخابرات. يعني هكذا كنا يعني نشعر بالقلق الشديد في هذا. والوقت الحاضر هكذا، بدأنا منذ أن تمت عملية الخطف حتى الآن الناس فعلا يعني كلهم يوصون بعضهم بعضا، يا أخي خذوا بحذركم، يا أخي ديروا بالكم على حالكم، يا أخي لا تطلع تمشي لحالك، يا أخي يا أخي. هذه أنا أنقلها للإخوة الأمنيين، هذه سمعتها أنا من الشارع باعتبار لا. أني قريب من الشارع، وجاءتني عشرات التوصيات أنه دير بالك على حالك. هذه قضية مهمة أؤكد عليها من الإخوة الأمنيين من الفيلق الثالث، أن يبذلوا كل جهودهم أولا من كشف، من أجل كشف من الذي خطف، من الذي فعل، من وراء هذا، من الذي سهل هذه العملية. مثل ما قال أخ هشام، أنا يعني لم أقول كذا، وإنما أظن، والظن أحيانا يصل من خاصة إذا كانت هناك قرائن، فالقرائن أحيانا ترقى إلى الدليل في هذه الأمور. ولذلك إحنا فعلا عندنا قرائن كبيرة جدا إنه الذي فعل هذا هي هيئة تحرير الشام. ولكن نعم. هيئة تحرير الشام معروفة في جبونها أنها لا تريد أن تواجه الحق، وإنما تريد أن تكتم الحق أينما كان وحيثما وجد. لهذا نحن نطلب من الجهات الأمنية أن تعمل في الليل والنهار عن كشف هوية الخاطفين، عمن سهل لهم هذا الأمر، عن حماية أمن المدنيين، عن حماية أمن المدنيين، هذه مناطة في أعناقهم، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يسألهم عن هذا، عن هذا الأمر، لأنه هذه قضية خطيرة، هذه جريمة، جريمة لا يمكن السكوت عليها. نعم، والله شكرا. إذا ما حدث هناك انفلات أمني عندنا في المنطقة في قضية الخطف إذا تكرر، ومنذ كم يوم سمعت كذلك شرطي إعزاز تم خطف واحد، إذا ما تكررت عملية الاغتيالات فسوف يعني يؤدون إلى خلل كبير. نعم. وصلت الفكرة. علما أنه إعزاز من أفضل المدن المحررة من حيث الأمن والأمان. وصلت رسالتك سيد محمود، وهي كما ذكرت الآن يعني مناطة بالأجهزة الأمنية الموجودة بهذه المنطقة. وسأختم مع السيد هشام بصفته قيادي في الجيش الوطني، وقد تحدثنا مطولا معكما ضيفي الأكارم عن المشكلة التي حصلت، ولكن نريد الآن سيد هشام بسؤالنا الأخير أن نختم بالحلول. ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من قبل الجيش الوطني لوقف مثل هذه العمليات؟ هل يعني هناك من أشياء يمكن أن يتم العمل عليها حتى لا نرى مخطوفين من إعزاز في أو غيرها من المناطق المحررة، ربما في مناطق سلطة الأسد؟ بداية عزيزي، كل ما قاله الشيخ الجليل أنا معه 100%، هي مسؤوليتنا. وأنا للتوضيح سريعا، أنا قلت على المحاسبة تتم ضمن المؤسسة، أما الإعلان وإعلان التفاصيل ومن هي الجهة المتورطة هذا واجب على المؤسسات الأمنية. أما قضية من نحاسب وكيف نحاسب، هذا قلت عليه يخضع لآليات المؤسسة العسكرية. هذا من جانب. أما عن الحلول، ستبقى مدينة إعزاز هي قلعة حلب الثانية، قلعة الأمن والأمان بأهلها وشموخها وعزها، لن ينال منها هؤلاء الغربان السوداء. أهل إعزاز معروفين وهن شامع على خد الشمال السوري، اللي ما بيعرف أهل إعزاز يسأل عن مقبرة الدبابات ويسأل شلون قاوم داعش وكسر داعش. مو أهل إعزاز اللي راح تمرق عليهم خرق أمني واحد أو اثنين صار وراح نحاسب عليه بإذن الله. ولكن هاي رسالة للجميع ولكل غراب أسود مقنع ملثم، أهل إعزاز كسروا داعش، كسروا النظام وكسروا داعش، وإن شاء الله
بهالوجوه الطيبة وهالأهل الكرم والجود وأهل الحمية اللي حموا كل لاجئ بكرم وسعة صدرهم، ما رح ينال منهم غراب أسود أو اثنين اتخفوا قبضوا. هذا عن الأهالي، عن كل من يستطيع أن يواجه، ولكن الفصائل الآن هل ستتبع من يعني إجراءات محددة سيدي شاموة؟ يعني بإيجاز لو سمحت، هل هناك من الإجراءات بعد عمليات الخطف هذه لوقفها؟ التكاتف بين المؤسسة الأمنية والأهالي هو الآن يعمل عليه، وعلى الجميع أن يثق أن هذا التكاتف، هذه العملية والإبلاغ السريع عن أي شبهة ممكن تؤدي لعملية خطف اليوم، مثل ما نشر الأخ فاروق أبو بكر تعرض لعملية محاولة اغتيال يعني من نفس الجهة اللي دائماً بتغتال وبتخطف وبتتغنى بالأمن والأمان يعني أبو زراد. وصلت الفكرة سيد هشام. أقل من 10 ثواني ممكن. شكرا. الله يبارك فيك. تفضل سيد. أقل من 10 ثواني. نعم تفضل. الكريم في قضية لابد من إيضاحها. لو سنختم معك سيد محمود تفضل. باختصار. معرفات الإعلام عند هيئة تحرير الشام تكتب بأن من قام بهذه العملية هي المخابرات التركية، وأنا قلت أن المخابرات التركية حينما تفعل هذا لا تفعل بهذه الطريقة، ربما بالتنسيق مع الجيش الوطني على الأرض، ولذلك أنا أقول لزاما على الجيش الوطني أن يصدر بيانا في هذا الموضوع، يعني يقول أخي نحن ما لنا علاقة في هذا الموضوع، نحن ضد الاختطاف مثلا، شيء مهم يعني ومطلوب. نعم صحيح، يعني حتى نحصر الزاوية في جهة معينة. نعم. وهذا أمر واجب أراه الآن يعني، لأن شكرا. هيئة تحرير الشام هكذا. نعم وهذا مطلب يعني مطلب مهم نوهت إليه بنهاية الحلقة. شكرا جزيلا لك سيد محمود الجابر مفتي مدينة إعزاز، كنت معنا من مدينة إعزاز، والشكر أيضا يعني. نعم والشكر أيضا للسيد هشام سكيف القيادي في الجيش الوطني الذي كان معنا من غازي عنتاب. شكرا جزيلا لكم ضيفي العزيزين، والشكر موصول لكم بطبيعة الحال أنتم السادة المشاهدين على حسن المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة القادمة، ندعوكم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.